تعود أصول هذه الآلة في اسكتلندا إلى حوالي عام 1400 للميلاد، حيث تشير الأدلة الأولى لاستخدامها في سياق عسكري. يبث روح القتال في المعارك، ينقذ المحاربين ويخيف الأعداء، ما يفسر اعتمادها لاحقاً في الجيش البريطاني. وبالرغم من ارتباطها التاريخي بالمعارك بما فيها الحربان العالميتان الأولى والثانية، إلا أن كثيرين يرون فيها آلة للسلام، سواء عزفت فردياً أو جماعياً. الآلة العتيقة التي أضحت مع مرور الزمن رمزاً اسكتلندياً ثابتاً يتشبث به الصغار والكبار من أبناء البلاد.